عملية إذاعة المباريات عموماً بتتقسم لثلاث مراحل. الأولى هي إنتاج الصورة نفسها، والتانية هي إرسال الصورة للأقمار الصناعية، والتالتة هي القنوات اللي بتبث البطولة. اللي هنتكلم عليه هنا هي المرحلة الأولى، إنتاج المباريات. يعني إيه إنتاج المباريات؟ هي كل ما يخص التصوير وجودته ومعداته واللقطات والإعادات والكادرات وإخراج المباراة كلها. بالمختصر المرحلة دي هي المسؤولة عن الصورة اللي بتوصل لحضرتك على التلفزيون. طبعاً الكل خايف من مقالب إذاعة الماتشات اللي بنشوفها في الدوري. يا سيدي أهدنا الكاميرا الله يخليك نعرف مين اللي خد الإنذار. بس غالباً في كأس الأمم المخرجين مش هيقطعوا الهجمات عشان يجيبوا لنا الوقت بدل الضايع، ومش هنشوف فيد بالوش محمد صلاح والأمر. الكاف متفق مع شركة برتغالية وشركة إسبانية مسؤولين عن ملف إنتاج المباريات. بالتالي العملية كلها هتكون في إيدين الشركات دي في الست ملاعب اللي هتستضيف البطولة. وعشان كده جودة الصورة خلال البطولة هتتراوح بين الـ 4K والـ Full HD.